بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 39 هي كنترول الكواليتي، تقاطع الكواليتي مع المونيتور كنترول، وهذه العملية عندها قضيتين رئيسيات. هذه العملية هي ميجرينج الاكشوال فيرسس بلان، وهي العملية الخاصة بمراجعة الديليفرابلز. ولذلك عندنا الانبوت بتاعتنا الريجولرز البلان والدوكيومنت الداتا والاوبا، الايف بتدخل عندنا ك المواصفات والمقاييس، بتدخل عندنا الابروف تشينج ريكوست، وبيدخل عندنا الديليفرابلز دي جاي من الاكسكيوشن. بنستخدم كل التولز والتكنيكس الريليتد مع الجوده من السبن بيزك تولز والانسبكشن والتست. الاوتبوت بتاعنا عندنا ميجر اوتبوتس اللي هي الفيريفايد ديليفرابلز، وهي الديليفرابل المختوم من الجوده، منها هي طابقه المواصفات والمقاييس الكواليتي كنترول ميجرمنتس، والاربع اوتبوتس الريجولر اللي هي Work Performance Information و Change Request و Update للPlan و Update للDocument. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.